أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل في قوله تعالى: أم نحن المنشئون، كيف نعرف أن أم بمعنى بل، وما الفرق بينها وبين قوله سياق أي يبين هذا السياق، تأتي أحيانا للإضراب والانتقال، وتأتي أحيانا بمعنى بل. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل قول الإنسان تأتي أحيانا بمعنى الاستفهام، فأم لها عدة معاني. نعم.